أشهد أن لا إله إلا الله، إن من أعظم الكرامات عند الله أن يتولاك الله ظاهرا وباطنا. اقرأ قول الله وهو الولي الحميد، واعلموا أن من أعظم معانيها أن الله لا يضيع أولياءه. إن الأب لا يضيع أبناءه، والمعلم لا يضيع تلاميذه، والأم لا تضيع صغارها، فكيف برب العزة والجلال؟ لا يضيع الله أولياءه، فالعبد أعظم ما يسعى إليه أن يتولاه الله. صلي في الليل ما شاء الله لك أن تصلي، فإذا قمت بين يدي ربك الولي، بين يدي ربك الولي الحميد، قل وأنت تفقه المعنى: وتولني في من توليت، بالله عليك أي أذى سيخلص إليك وأنت في ولاية الله؟ محال.